في حرب قادمة إقليمية قادمة سيكون لبنان أحد أطرافها، وربما حتى في أسابيع قليلة. حرب إقليمية قادمة في أسابيع قليلة سيكون لبنان أحد أطرافها. في مقابلة عبر قناة سبوتشوت على يوتيوب، كشف الكاتب السياسي عبد الباري عطوان عن حرب مقبلة تلوح في الأفق لن يحميها اتفاق الترسيم الذي لم يحقق وفق زعمه سلاما ورخاء للبنان، والذي لم تسعد نتائجه حزب الله الذي لن ينتظر طويلا ويعبر عن رأيه في صورة واضحة قريبا بحسب موقع لبنان ديبيت. عطوان الذي شدد خلال مقابلته على أن المقاومة اللبنانية مطلوب رأسها إسرائيليا وأمريكيا، أوضح أنه طالما أن حزب الله موجود لن يكون هناك استقرار في لبنان من وجهة نظر الغرب وإسرائيل، لافتا إلى أن اتفاق الغاز لم يحقق سلاما ورخاء للبنان على عكس إسرائيل، ففي وقت الأخير تستخرج الغاز وتصدره، لم تأتي رؤوس الأموال إلى لبنان ولا تم استخراج الغاز. هذا الوضع لن تقبل به المقاومة التي يأست من الضمانات الأمريكية، بالتالي الموقف بحسب عطوان خطير جدا، وخطاب نصر الله الأخير كان واضحا فيه أن الرجل غاضب جدا من الأوضاع والتطورات الأمنية التي خدعت اللبنانيين. وفي وقت رأى عطوان أن ملف ترسيم الحدود البحرية لم يغلق بعد، وهو محاط بعدة حروب، وهناك أطراف لبنانية مرتبطة بالجهات التي تفتعلها، ومن الممكن أن تنتقل هذه الحروب إلى لبنان، قال الخبير العسكري أمين حطيط بحديث للجديد: الحقيقة أن المنطقة برمتها تتحرك على صفيح ساخن، من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى فلسطين المحتلة، والجو العام، البيئة العامة في المنطقة هي منطقة مواجهات، هذا في العنوان العام. أما في العنوان اللبناني الخاص، لا أعتقد أن لبنان في موعد قريب مع حرب تشنها إسرائيل. الاهتمامات اللبنانية اليوم تتقدم اهتمامات الميدان، خاصة من الناحية السياسية والاقتصادية، ولا أعتقد أن المقاومة بصدد الذهاب إلى الحرب أو أن إسرائيل ستذهب إلى حرب. لذلك التداول فكرة الحرب القريبة أو الحرب المباشرة أو القريبة جدا هو تداول في غير محله الموضوعي، وإن كان بشكل أو بآخر ينسجم مع البيئة العامة القائمة في المنطقة. بموازاة اعتقاده أن حربا إقليمية سيكون للبنان نصيب منها، تحدث عطوان عن حرب أهلية يسعى من يتآمر مع أمريكا وإسرائيل على المقاومة إلى تفعيلها بين الأخيرة والجيش اللبناني من جهة، وإلى إيقاع صدام بين المقاومة والشعب من جهة أخرى، لأن هناك بحسب عطوان ريموت كنترول يحرك هؤلاء من الخارج. هذه النظرية تعارضت مع موقع لبنان ديبيت، الذي رغم حديثه عن تخوف حزب الله من استغلال الواقع السياسي الراهن في لبنان للتذرع بعدم إنجاز بعض الترتيبات اللوجستية والقانونية وتبرير بعض التأخير الحاصل في ملف الغاز، لم يأتي على ذكر الحرب، حيث أوضح أن حزب الله ينشط على أكثر من خط ومحور لتدارك هذه الفرضيات من خلال دخوله طرفا رئيسيا في بحث موضوع الرئاسة، سواء مع بكركي أو مع حلفائه أو مع الراعي الفرنسي. كما توقع الموقع أن حزب الله منح نفسه فترة زمنية لغاية نهاية العام الحالي لإنجاز تصور مع الحلفاء يقضي بالوصول إلى رئيس سريعا، ومن ثم تشكيل حكومة لإبعاد مخاطر تطهير نتائج إنجاز الترسيم قانونا، وهو ما يوفر على الحزب العودة إلى رفع السقوف مجددا، وحتى لا يهتم بخلق أسباب أو أجواء غير مؤاتية للعمل للشركات وقد تستغل على نحو غير صحيح.